وهل لبس الخف يشترط قبله الوضوء؟ عشان تمسح عليه تلبسه على طهارة. البسه على طهارة، لكن لو كنت حدث أصغر ولبسته هل أتوضأ أمسح عليه؟ لا يعني أنت أصلا لبسته على طهارة أم على النجاة أم على غير طهارة؟ على حدث أصغر مش حدث أكبر يعني بعد أيا كان الجنابة. أيا كان لازم تلبسه على طهارة حتى تمسح عليه. طهارة مش متوضي يعني؟ لا متوضي. أبقى متوضي. إني أدخلتهما طاهرتين، متوضي أو مغتسل. تماما مولانا، جزاك الله خير. وياكم الله.